السلام عليكم ورحمة الله. إلى موجز الأخبار من قناة الشروق، أوضح المؤتمر الوطني أن زيارة رئيس الجمهورية المتتالية إلى الولايات هذه الأيام تأتي في سياق تلبية الدعوات المباشرة من أحزاب حكومة الوفاق الوطني بتلك الولايات. وقال قيادي بالحزب أن الدعوات جاءت للتأكيد على دعم الرئيس البشير والاعتراف بدوره في تحقيق الاستقرار والتنمية بربوع البلاد. كشف مجلس الوزراء عن خطة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وبخاصة الوقود والنقد، وأكد المجلس وجود توصيات ومبادرات لعمل بطاقات لصرف الوقود خلال المرحلة المقبلة. وقالت وزيرة الدولة بالمجلس أن المعالجات الجارية تأتي في إطار منع التهريب وقفل باب الربح غير المشروع. ينطلق اليوم بالخرطوم الملتقى التنسيقي 29 لوزراء ومديري التربية والتعليم بالولايات بمشاركة خبراء ومختصين في المجال التربوي. وأكد وكيل الوزارة أن الملتقى سيناقش عددا من القضايا التعليمية، وأشار إلى أن التوصيات من شأنها الإسهام في تطوير العملية التربوية في السودان. ضبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالنيل الأبيض 3 شاحنات بمنطقة الكوة بمحلية القطنة محملة بأكثر من 100 برميل جازولين بالإضافة لعملات أجنبية. وأشاد والي الولاية بجهود جهاز الأمن والمخابرات الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى في ضبط كل المخالفات التي تشكل مهددا لأمن واستقرار المواطن. أكدت حكومة وسط دارفور اهتمامها بتسهيل إجراءات الحصول على الرقم الوطني، وقال الوالي لدى استقباله الفرق الجوالة للسجل المدني إن المرحلة الحالية تتطلب جهدا مكثفا من إدارة السجل لتغطية المناطق النائية لربطها أو لارتباط الرقم الوطني بإجراءات الانتخابات. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار والمعلومات عن السودان بإمكانكم زيارة موقع شروق على الإنترنت شروق.net. إلى اللقاء.